الرابعة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في المستهل أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى لقاء إعلاميا دوريا مع ممثلي وسائلي الإعلام الوطنية. اللقاء الذي تطرق فيه إلى ملفات الجبهة الاجتماعية والقضايا السياسية والاقتصادية وكذا القضايا الدبلوماسية. اللقاء تتابعونه كاملا الليلة ابتداء من الساعة 8:30 على القنوات التلفزيونية للتلفزيون الجزائري وكذا القنوات الإذاعية الوطنية والخاصة. برلمانيا استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي القائد العام لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون بمقر المجلس. بوغالي أثنى بالمناسبة على دور الكشافة في تلقين مبادئ حب الوطن والتضحية لدى النشأ، مؤكدا أن منهجيتها العريقة في التكوين أكسبتها رصيدا معتبرا لتكون صمام أمان للمجتمع. هذا واستأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من القطاعات تتعلق بالشؤون الدينية والأوقاف، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، السكن والعمران والمدينة، إضافة إلى قطاعات المالية، الفلاحة والتنمية الريفية والنقل. وزير السكن كشف بالمناسبة عن برنامج جديد السنة المقبلة يضم 225,000 وحدة سكنية بمختلف السياق. أما في الأشغال العمومية فقد أكد وزير القطاع أن العمل جار على إنجاز عدد من الطرق الإزدواجية عبر مختلف الولايات. كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أن عدد الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني بلغ 275، مؤكدة التزام قطاعها بالعمل من أجل تعزيز جهود الدولة للتكفل الأمثل بسكان المناطق المعنية بمختلف البرامج الموجهة لها والرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص. ونوهت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في أشغال اللقاء الوطني حول دور الخلايا الجوارية للتضامن في التنمية الاجتماعية والمنظم بإشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نوهت بدور الخلايا الجوارية للتضامن في مرافقة مختلف سياسات الدولة الرامية إلى التكفل بسكان المناطق المعزولة عبر الوطن. يعكف هذا الجهاز على التجسيد الميداني لمختلف النشاطات ذات الطابع الإعلامي والتحسيسي من جهة، والتكفل عبر مختلف برامج الدولة من جهة أخرى، بالإضافة إلى التوجيه والمرافقة من خلال الاستهداف الدقيق كبديل للسياسة التبعية، سواء عن طريق تشخيص للوضعية الاقتصادية والاجتماعية أو عن طريق الاستهداف الدقيق للمستفيد من الدعم وصولا إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي كغاية مرجوة. مثل هذه الاستراتيجية ستتيح لنا الفرصة لتعزيز آليات العمل الموجودة وفتح آفاق جديدة نحو تكفل أمثل في إطار مقاربة شاملة تكرس التكافل بين مختلف القطاعات والفاعلين، لا سيما قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمجتمع المدني، وفضلا عن تبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه أمس للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالإرهابي مهري ماء العينين المدعو أيمن، والذي التحق بالجماعة الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2016. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، مخزن ذخيرة 52 طلقة من
إعيار 7.62 في 39 ملم، جهاز إرسال واستقبال من نوع موتر ولا أم تي 9000. إن هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة عبر كامل ربوع الوطن. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي خلال افتتاحه لندوة بعنوان الحرية الدينية الحماية والضمانات، كشف أن الدستور الجزائري يكفل حرية ممارسة العبادات على أن تكون في إطار احترام القانون لحماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي. الجزائر عازمة في المضي في هذا النهج لضمان حرية التدين وحماية الهياكل والمؤسسات الدينية لغير المسلمين. كنا نسأل عن غلق الكنائس، قلنا لهم هذه ليست كنائس، لو كانت كنائس لا يمكن أن نغلقها بموجب القوانين التي تحمي وتنظم الشعائر الدينية لغير المسلمين، ولكنها محلات، حتى لا أقول أشياء أخرى، محلات أراد أصحابها أن يستغلوها لنشاط غير مرخص له. قلنا لهم لهؤلاء نظموا أنفسكم و اندمجوا مع القانون ولا تجدون منا إلا المساعدة. في حوادث المرور توفي اليوم 5 أشخاص وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حصيلة أولية للحماية المدنية إثر حادث مرور أليم نجم عن اصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين بلديتي السوقر ونعيمة بولاية تيارت. دخلت الوحدة الثانوية لدائرة سوبر مدعومة بالوحدة الثانوية لدائرة عين باب. الحادث تمثل في اصطدام وقع بين سيارة سياحية من نوع رونو 18 وشاحنة ذات مقطورة من نوع فولفو. للأسف الحصيلة كانت ثقيلة، أين سجلنا 5 وفيات كانوا على متن السيارة السياحية، سنهم يتراوح ما بين 74 سنة، منهم يعني 3 من جنس أنثى و2 ذكور، بالإضافة إلى جريحين اثنين سنهم يتراوح ما بين 50 و55 سنة. طبيعة الحال الجرحى تم التكفل بهم في عين المكان ومن ثم نقلهم مع المتوفين إلى مستشفى ميموني الطاهر بدائرة سوقر. فور وقوع الحادث تنقل أفراد فرقة أمن الطرقات بعين الذهب إلى عين المكان للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، مدعمين بتقني حوادث المرور، التحقيق جاري. كما تسبب تسرب للغاز بنهج مزاحم محمد ببلدية قريش بالعاصمة في حدود الساعة 3:16 فجرا في انفجار بمسكن وإصابة 4 أشخاص بحروق متفاوتة، ما استدعى تدخل وحدات الحماية المدنية لنقلهم إلى مستشفى دويرة. كما خلف الانفجار أضرارا بالمبنى وبعض السيارات المركونة بالمكان. وللوقاية من مخاطر التسربات الغازية تتواصل عبر الوطن الحملات التوعوية لمصالح الحماية المدنية التي استهدفت هذه المرة فئة تلاميذ المدارس بأطوارها التعليمية 3 بولاية وربلة العينة من المدرسة الابتدائية الأمير عبد القادر. في هذا الروبورتاج لهاجر بنكر. الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون حوادث تتكرر كل فصل شتاء، تؤدي معظمها إلى وقوع ضحايا، وذلك يعود ربما لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية واحترامها بشكل فعلي. الحملات هذه التحسيسية مست جميع المدارس الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، كانت حوالي 56 مؤسسة تعليمية بمعدل 30,000 متمدرس. كذلك الحملة هذه التحسيسية التوعوية ستمس ومست مراكز التكوين والتعليم المهني، كذلك على مستوى الإقامات الجامعية وعلى مستوى المساجد بدرس يوم الجمعة. مصالح الحماية المدنية لولاية ورقلة نظمت حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ المدارس، قدمت من خلالها نصائح مبسطة وعروض ميدانية، إضافة إلى توزيع مطويات حول كيفية تفادي خطر الاختناق بغاز الكربون. من أجل حتى أبنائنا باش يساهموا في توعية، يعني حتى على مستوى الوالدين تاعهم، على مستوى يعني المحيط تاعهم، حتى إذا كان نقولوا شافوا شيء يعني فيما يخص خاصة تسرب الغازات. يجب علينا تهوية المنازل والمرائب حتى على الأقل ربع ساعة. عندما تكون المدفأة لون النار أحمر يؤدي إلى اختناق وانتشار الغاز،
ويؤدي إلى موت الأشخاص. إذا أحسينا بالخطر يجب أن نتصل ب14 أو ب10/21. وستستمر هذه الحملات التحسيسية إلى غاية نهاية فصل الشتاء لتشمل أكبر قدر ممكن من المؤسسات التربوية وجميع أفراد المجتمع. دولياً وفي المغرب تتوالى فضائح الرشاوي وشراء الذمم التي ينتهجها نظام المخزن المغربي، حيث أكد الضابط السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب أن فضيحة المغرب الجديدة في رشوة برلمانيين أوروبيين بالأموال التي يجنيها من تجارة الحشيش تهدف إلى توريط أوروبا في دعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية. المزيد في هذا التقرير لخالد حج جلالي. فضيحة المخزن تضع سمعة ومصداقية البرلمان الأوروبي على المحك، فيما تواصل العدالة البلجيكية تحقيق في إحدى أكبر قضايا الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي ببروز دلائل وقرائن تثبت تورط المخابرات المغربية في شراء ذمم برلمانيين أوروبيين، تتوالى معها الاعترافات المدوية وتمتد خيوطها إلى قلب المؤسسة الأوروبية للتأثير على القرارات المتعلقة بملف الصحراء الغربية. مصطفى أديب الضابط المغربي السابق يؤكد أن فضيحة المخزن الجديدة في رشوة برلمانيين أوروبيين بالأموال التي يجنيها من تجارة الحشيش تهدف إلى توريط القارة العجوز في دعم احتلاله الغير الشرعي للصحراء الغربية والتغاضي عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب والأراضي الصحراوية المحتلة على حد سواء، وأن رشوة البرلمانيين الأوروبيين هدفها نهب المزيد من خيرات الصحراء الغربية المحتلة ولتغض أوروبا الطرف عن خروقات حقوق الإنسان بالمغرب والصحراء الغربية، إلى جانب عدم تسريع تنظيم الاستفتاء من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة. سلسلة الفضائح التي عرت ممارسة المخزن أمام الرأي العام الدولي تتنامى معها الحركات الاحتجاجية للشعب المغربي الذي يطالب بحقه في العيش الكريم في ظل ارتفاع جنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتردي الأوضاع المعيشية، أوضاع يحشد لها المخزن القمع والترهيب وحملة اعتقالات تعسفية لمعارضي سياسة الاستبداد والفساد التي أصبحت العنوان البارز للوضع الراهن بالمغرب. إلى ذلك تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السبت المقبل ندوة لتسليط الضوء على تطورات أحداث جوان الماضي، تستعرض خلالها تقريرا أسودا حول المحاكمات الجائرة والترحيلات القسرية والانتهاكات الخطرة بحق المهاجرين المعتقلين على خلفية مأساة مليلية والناظور والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة. كما ستنظم الجمعية الأحد المقبل وقفة احتجاجية تنديدا بسياسات الهجرة القاتلة المتبعة من قبل المغرب وإسبانيا وتضامنا مع ضحايا مأساة جمعة 24 جوان. في فلسطين المحتلة استشهد فجر اليوم فلسطيني وأصيب عشرة آخرون بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني شرقي نابلس، فيما اعتقل خمسة آخرون في الضفة الغربية وقطاع غزة. سياسيا أعلن رئيس تشيلي أن بلاده سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة ستفتتحها في المستقبل القريب، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني شعب موجود ومقاوم وله تاريخ. عودة إلى أخبار الوطن ونختم بعالم الفن السابع. فلطالما ارتبط الإنتاج السينمائي الجزائري بالعتاد والتقنيات التي يستخدمها المخرجون السينمائيون من كاميرات وأجهزة صوت وإضاءة. جمعية أضواء بادرت بجمع هذا العتاد السينمائي الذي يعود لأكثر من 40 سنة، أعدته في معرض خاص يرسخ الموروث السينمائي الجزائري. من قسنطينة ليندا شعبان. هي لحظات تعود بفنانين إلى وقت الزمن الجميل، زمن أبدع فيه جيل بعد جيل في مجال التمثيل ليكتب أسماءه بحروف من ذهب في سجل السينما الجزائرية التي أبدعت في إنتاج وإخراج الأفلام الثورية وكذا الفكاهية والدرامية. كي تشوفي الأرشيف والوثائق
كل تاع السينما الجزائريه راهي موجوده هنا في هذا المعرض من خلال صور يعني الفنانين الكبار اللي احياوا المسرح والسينما والتلفزيون، باش نخليوا هذه التدوين يعني الكتب الى اخره للاجيال الحاضره والاجيال القادمه. انا كي شفتها رجعتني السنوات الوراء، عندنا حنين مع هذا الله يباركك. تشوفي الحجم نتاع الكاميرا اللي هذه اللي احنا خدمنا بها كل الافلام في السابق. في 75 درنا ريح الجنوب، كان اول فيلم ليا. بالنسبه ليا ست نوفو موند، سينما كاميرا. قاسي اسمع بيا، تيجي عندي اقري قاش، قالوا لي بلي زادوا عندك ثلاث دراري. ايه افرح معايا كيف يا ربي، ربي الحمد لله ربي عطاهم لي. شوف انت عندك ثلاث دراري وعندك زهر، انا ما عنديش بصح انا عندي سبه. واش من سبه؟ المرة تاعي كانت خرا في الكتاب تاع لي تروا موسكوتير. كاميرات تعود بنا إلى أكثر من 40 سنة بكل أنواعها وتفاصيلها وتقنياتها التي رسخت أفلاما ثورية تروي بطولات وأمجاد الأجداد خلال الحقبة الاستعمارية. خدموا به بزاف، مي دوك هذا الماتريال ما نقدوش نخدموا به، هذا سي لابوراتوار سي تحميض سي لا بيليكول، هما خليناه بور ليكسبوزيسيون. حنايا عندنا من قوه نحبوا لا بيليكول، نشوفوا الافلام هذيك درناهم بلا بيليكول خير من الافلام اللي راهم في النيميريك. شوف لو بيوم لو باتون العفيون والعصا، شوف ليماج تاعو والحطه تاعو يخلعني في الفيلم هذاك شباب. قول للمسؤولين بصفه عامه ان سارعوا لتوطين العمل السينمائي لأجل الوصول إلى رسم استراتيجية تعطي انطلاقة كبيرة للقطاع السينمائي في الجزائر. موروث ثقافي ثري ومتنوع تسعى من خلاله جمعية أضواء إلى الحفاظ عليه خدمة للقطاع السينمائي في بلادنا. نشرتنا تمت مشاهدينا، نلتقي مجددا في تمام 5.